600 متر. فتحت البوابات واندفعت الحصن المنتجه محليا عمره 3 سنوات على مسافه 1600 متر في شوطنا الاول على بركه الله تعالى. كما تشاهدون الان الاندفاع لرقم 12 معاتبهم في المركز الاول، المطارده لجروان الان في المركز الثاني، وكذلك اشاهد الان معاتبهم يتقدم الى المركز الاول، وكذلك اللحاق ياتي بالله غالب في هذه اللحظات بشعار طلاله بن متعب بن شرين في هذه اللحظه في المركز الثالث. ومن الخارج الآن نشاهد دسمال في محاولة أيضا التقدم في هذا الشوط، دسمال يحاول أن يتقدم في شوطنا الأول في هذه اللحظات، والله غالب يتقدم في المركز الأول، وكذلك أشاهد معاتبهم لا زال في الصدارة في المركز الأول، وكذلك المطاردة تأتي لرقم 21 جروان. ومن الخارج الآن دسمال، وكذلك المحاولة لتورنتو في محاولة التقدم في هذا الشوط إلى المركز الثالث. كما تشاهدون الآن مشاهدينا متابعينا الكرام، سامسا يأتي في هذه اللحظة بشعار علي حمزة نصيب الأخضر إلى المركز الرابع في هذه اللحظات، ولا زالت الصدارة كما تشاهدون الآن لمعاتبهم في المركز الأول مع الاقتراب من المنعطف الأخير. دسمال يأتي في المشاركة الثانية من المركز السادس في المشاركة الأولى. دسمال يحاول أن يخطف الصدارة في هذه اللحظات، ولا زالت الصدارة الـ12 معاتبهم من الداخل. الآن يأتي سامسا من جوار السياج في هذه اللحظات، سامسا مع محمد النفسي يخطف الصدارة. مشاهدينا متابعينا الكرام، سامسا من المشاركة السادسة لعلي حمزة نصيب الأخضر إلى المركز الأول بكل قوة، ما شاء الله تبارك الله، انفراد بالصدارة في شوطنا الأول في حفلنا 45. سامسا من المشاركة السادسة لسامسا طبعا حقق المركز الثاني والثالث في